دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك العوافي من ديمقراطي تيار المستقبل وحزب الله حوار بعين التينة سمنة وعسل وخارج عين التينة سم وبصل فهل رح تكون الجولة القادمة من حوار جولة ملاكمة ومصارعة بتنتهي بخروج الفريقين من حلبة الحوار؟ بعد تصريح جون كيري عن حتمية الحوار مع بشار كله وارد منقول العوافي للعماد ميشيل عون العوافي أعلنت أنك رح تواجه التمديد بقيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي ولكن لأي مدى؟ للآخر يعني إذا فكروا سمير مقبل يعمل مثل فايز غصن وياخد قرار بالتمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان بدي أقول له ايه؟ انت يا مقبل مقبل على مشكل أخو إخته معنا ورح ينكسر فيك الغصن وبالمعركة ما تكون فايز حلو بس ما انت بتعرف انه الوزير مقبل ما بيتحرك بلا موافقة الرئيس ميشيل سليمان كمان بحب قله للرئيس سليمان هالمرة وسام الجيش إلنا ونحن منوجه البارودي قولك وصلت له اللاتشي طيب اذا تيار المستقبل قال لك تختار بين بعبدة واليرزي شو بتعمل؟ ساعتها بتشخشب وبضيع لك ما لشربوكي هلأ طلعت علي شكرا جنرال ومنقول العوافي لرئيس لجنة تجار بيروت نقول الشماس العوافي موضوع سلسلة الرتب والرواتب رجع انطرح مجددا فليش إذا كان بالأمس خطأ اليوم هو خطيئة إنه ليش شو تغير ليرجعوا يطرحوا هالموضوع ما كل شي من سيء لأسوأ لا رئيس فيه لا العرب فكوا المقاطعة لا بل عم يرحلونا لا النازحين السوريين نقصوا ولا الحركة الاقتصادية عم تلمع إنه شو صار شي منيح بهالبلد من السنة الماضية للسنة غير هبة طوجي بـ The Voice وكم صورة مزلطة لميريام كلينك يعني لا الرتب بتتوفر من موهبة فنية ولا الرواتب بتتأمن من صدر عامر طبعا لا وإيد مين ع كرسي يا محلى كرسي اليونان اليونان دعمتها السوق الأوروبية نحن من وين منجيب دعم؟ من سوق الحميدية؟ يعني ما حدا يسكر بسلسلة الرتب والرواتب عنا منسكر بالعرق باليونان اسمه أوزو وبالجزائر في ولاية اسمها تيزي أوزو ايه؟ فإذا بيتم إقرار سلسلة الرتب والرواتب نحن واقتصادنا بدنا نروح نسكر على الأوزو بتيزي أوزو وجهة نظر اقتصادية لرئيس جمعية تجار بيروت نقول الشماس شكرا وبعد الإعلان كيري كيري ماذا فعلت تيك تك تيك تك تيك تك منتابع ديمقراطية بحركة مفاجئة بلش الرئيس سعد الحريري جولة سريعة على معظم حلفائه بثورة الأرز بلبنان وخارج لبنان أما شو سبب هالجولة المفاجئة والسريعة خلونا نشوف تيك تك تيك تك تيك تك مرحبا دكتور جعجع أهلا شيخ سعد شو هالمفاجأة؟ بيك شي؟ لا هيك بس شي؟ مرحبا فؤاد أهلا شيخ سعد أمرني ولا شي هيك بس ها؟ مرحبا شيخ أمين أهلا بالشيخ سعد يلا باي ولو مرحبا وليد بك باي يه يخر رئيس دوري بخاطرك يه شلونك فارس ولي علي مرحبا سيد رجب طيب أردوغان اهلا شيخ سعد اف ماذا فعل لماذا نطحتني انه ما سمعت جون كيري شو صرح قال بده يتفاوض مع بشار انه شو بتريدني اعمل غير هيك يلا تروح كمل جولتي على روس الحلفاء اخ تيك
دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 تك ورا تك